اهلا الغزالات ديالي، كراكم مزيانين؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم باحسن الاحوال وديما ناشطين. فكنقول لكم هنا جوله جديده في هاد المحل اللي كيدير فيه التخفيض 70% و 30%. كاين موديلات روعه وغزالين، واحد الثمن خيالي صراحه. اللي بغى يكسي وليداتو، اللي بغى مثلا يسافر ويدي الكادوات ولا شي حاجه، فهاد المحل فيه الثمن مناسب. تيشورتات غزالين، كنقول لكم هنا خليكم على فيديو، غتلقاو فيه حويجات زويونين مناسبين وماركة. وكنقول لكم كنبغيكم بزاف وخليكم على الفيديو. Perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Slipping, never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines, fine, but I hope one day you'll break through. In a world that keeps changing, think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Still make mistakes, it isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye.
That it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing. والواقع اللي عجبني في هاد لافيست غزالة صراحة كانت عاملة تشينت وكورانتا نوفي خلاوها بكورانتا كواترو. صراحة عجبتني بزاف، جاية سبور، جاية واحد التوب ديالها جاية غزال بزاف. هذه خديتها صراحة، دابا نوريها لكم في الفيديو إن شاء الله مع المشتريات. صراحة عجبتني بزاف التوب ديالها غزال، وتخيلوا الثمن يعني كيف كان الثمن وكيفاش رجع. يعني غير اللي ما بغاش يمشي يتسخر أو يشري الحويجات هكا في هاد المناسبة ديالها الصيف وداك شي. فكنقول لكم هنا صراحة اللي بغي يكسي وليداته، اللي بغي يشري ريقالو أو شي حاجة، يمشي في هاد الوقيته اللي عاملين فيها سولد بزاف 70%. في اي مكان تمشي تجبات سولد والتخفيضات كاينين. التيشورتات بالحق عجبوني بزاف، اللي هما عاملين هذا عامل فانتيكوا
فصراحة اللي عجبني في هاد الكسيبات سنوريهم لكم جايين غزالين صيفيين، جاي واحد كولور زويون صراحة. عاملين جوج داري ليهم 19 أورو، يعني جوج كسوات تاخدهم 19 أورو، ثمن مناسب جدا صراحة. فخديت منهم جوج لبنت خسي، عندي جوج بنات ديال الأخت ديالي، خديت ليهم جوج لبسات فيها نفس الكولور اللي تعجبوني صراحة. فكذلك هاد الصنيدلات هما عاملين سولد فيهم صراحه، كاين اثمنه مناسبه. هذا كمل كان 29 عا خلاوها ب 9 يورو صراحه، ثمن خيالي. يعني بالاخص الحويجات ديال وليدات الصغار وداكشي صراحه عاملين فيهم لوفيطه، عجبوني بزاف. هكا نقول لكم صراحه، غير مشيو ما تضيعوش وقت مثلا هكا اللي عندي الوليدات. كذلك في هاد السبرديلات عاملين فيهم سولد بزاف، يعني تخيل سبرديله كتكون بتشينتو كيخليوها لك تشيكوانتا او البكوارانتا، راه الثمن صراحه جد مناسب وعاد لي ماركه. كاين نايكا، كاين اديداس، كاين بزاف لي مارك صراحه عاملين فيهم التخفيض زوين بزاف. انا الصراحه اغلبيه كناخذ من هاد المحل هكا لي سكاربي ديالي سبرديلات، اغلبيه من هاد المحل. هادي من 95 خلوها 66 يورو، هادي من تشينتو خلوها 60. يعني كاين واحد الفرق صراحه كتير بزاف ما بين الثمن الحقيقي والثمن ديال السولد. وهاد الصنيدلات اللي هما جايين صراحه زوينين بزاف صيفيين هكا بالنسبه اللي كيلبس الصنيدلات في هاد الصيف، عامل بهم 19 اورو. هاد سكاربي تهما عامل ليهم 29 اورو، تهما جايين زوين. هاد الصنداله عجبتني بصراحه، كيلبسوها الرجال والبنات، عامل بها 19 اورو صراحه زوينين صيفيين هكا عجبوني. كاينين هاد السبرديلات ديال الرجال، هادو دايرين فيهم كانوا 40 دوي، عامل فيهم 39 اورو. يعني صراحه مكان زوين ديال السكاربي سبرديلات اللبسات ديال الوليدات الصغار، اي حاجه صراحه كاين فيها الثمن مناسب جدا، وحاجه كاليتي اللي غادي ديها وتلبسيها وداكشي ما غاديش تقطع وتعاودي تشري مره اخرى، يعني كتشري حاجه اللي هي زوينه في الثمن مناسب. Can we be together all the way?
وهاد السيكل اللي جايين سبور جايين غزالين هادو عاملين فيه 17 اورو كاين فيها موديل كبير وكاين موديل صغير هكا على هاد الشكل هذا تا هذا عاملين فيه 24 اورو اللي بغي يمشي للبحر او لخريجة هكايا كتلبس يعني تستعمليه هكايا جايين زوينين والسبرديلات كيف ما كتشوفوا راه كل حاجه والثمن ديالها يعني الفيديو شارح نفسه هنا كنقول لكم كنبغيكم بزاف وخليكم مع الفيديو كنتمنى لكم الخير ان شاء الله الى فيديو اخر ما تنساونيش بالتعليق الزوينين كنقول لكم باي باي. Just be vibing, reaching